رحيله الفنان القدير الفكاهي بشير بن محمد المعروف باسم عمي بشير بعد مرض عضال في قسنطينة. إن لله وإن إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله الفنان الكوميدي بشير بن محمد المعروف تلفزيونيا وفنيا باسم عمي بشير أو الخير في السلسلة الفكاهية الشهيرة أعصاب وأوتار صبيحة اليوم الاثنين حسب ما علم من مصادر من عائلته. الفنان الراحل بشير بن محمد توفي صبيحة اليوم الاثنين في حدود الساعة 7 صباحا بمنزله العائلي بحي فيلالي في ولاية قسنطينة بعد مرض عضال أزلمه الفراش. الفنان شارك في عدة أعمال كوميدية شاهدها ملايين الجزائريين على غرار السنوات الماضية، منها السلسلة الفكاهية أعصاب وأوتار التي أنتجتها المحطة الجهوية للتلفزيون الجزائري في قسنطينة وظلت تطبع عائلات الجزائرية مع كل شهر رمضان، بالإضافة إلى السلسلة الكوميدية الأخرى التي أخرجها جعفر قاسم والمعروفة باسم نسم لحسيتي والتي حقق فيها الممثل الراحل عمي بشير نجاحا فنيا كبيرا من خلال شخصيته عمي بشير. ونزل خبر وفاة عمي بشير على الساحة الفنية كالصاعقة، خصوصا وأن رحيله كان مفاجئا، بالإضافة إلى أنه جاء بعد ساعات قليلة على رحيل أيقونة الخشبة المسرحية الفنانة القديرة نورية قصدرلي التي توفيت ليلة الأحد إلى الاثنين بعد 99 عاما و66 سنة من العطاء الفني في المسرح والتلفزيون والسينما، والتي سيلقى عليها النظرة الأخيرة اليوم الاثنين في المسرح الوطني محي الدين بشترزي. وبهذا فقدت الساحة الفنية في ظرف ساعات قليلة أيقونتان من أيقونات الفن الجزائري، عمي بشير أو بشير بن محمد والفنانة القديرة نورية قصدرلي رحمهما الله وأسكنهما فسح جناته.